كريم، وادي التصويبه والفولو من كهربا، ترجع مره ثانيه لكريم، وادي المرور، ومحمد معروف يقول ضربه جزاء. مش ممكن، مش ممكن. كريم في تاني لمسه ليه، تاني لمسه ليه، وهو جاي نازل. قلت كريم فؤاد كلما شارك اجاد. هيروح معروف يتشيك الفار، بيقول لهم بس احنا نحسبها وهنشوف الفار هيقول ايه، هنشوف الفار يقول ايه، لان ممكن يكون كان كهربا تسلل في لحظه التسديد. يعني شوف هنا، هو كريم فؤاد سدد، هل كهربا كان متسلل؟ كهربا ما كانش متسلل، جاي من ورا، تدخل شرعي. وادي الكره، وادي كريم فؤاد، وهنشوف القرار ايه. لكن كهربا تمام، امام ما كانش متسلل. وهل في دفع اصلا في ظهر كهربا؟ وارد كمان يكون في دفع على الكهربا من سيف قاع. وهنا اللقطه بتاعه كريم فؤاد، لقطه هنشوف محمد معروف حسبها ايه. اكيد خامس موسم له مع الاهلي، 60 ماتش، 23 هدف، يسجل ال 24 في مسيرته مع الاهلي. يا ولد يا كهربا، جول الكتريستي، الفولت العالي، محمود كهربا يسجل رابع اهداف النادي الاهلي، ويسجل رابع اهدافه هذا الأربعة. وكلمة السر الرقم أربعة، أربعة الأهلي، واحد الاتحاد السكندري. لكن شوف أي إتقان وأي براعة من لاعبي النادي الأهلي في تسديد ركلات الجزاء النهاردة. شوف كهربا حاططها إزاي، على يمين المهدي سليمان، كله على يمين المهدي سليمان. وشوف عمر كمال وكهربا، مهم جدا البديل يدخل جاهز وعايش أجواء اللقاء، يثق في مارسيل كولر، ويثق في برودة أعصاب كهربا، ويثق في فولته العالي، ويديله فرصة رغم أنه لسه